إذا للحديث عن تطورات معركة طوفان الأقصى ودلالات الدعم الغربي والأمريكي للاحتلال الصهيوني، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طه عودة أوغلو، وعبر سكايب من أمستردام الصحفي والكاتب الفلسطيني ماهر حجازي. أبدأ معكم أستاذ ماهر، حياكم الله ضيفينا الكريمين. أستاذ ماهر، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يلقي في الكنيست بيان إعلان الحرب على غزة، وذلك بدعم أمريكي وغربي. ولكن السؤال المطروح هنا أستاذ ماهر، لماذا يحتاج الاحتلال كل هذا الدعم والجسور الجوية؟ ما سبب في ذلك؟ نعم، بداية تحية لك زميلنا محمد، وأيضا تحية للأستاذ طه وللضيوف والمشاهدين الكرام. حقيقة يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي اليوم السادس على التوالي يواصل عدوانه وجرائم الحرب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة، هو يعني وأيضا بدعم دولي وموقف دولي، دعم خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالأمس استمعنا إلى خطاب الرئيس بايدن تجاه ما جرى، تجاه يعني ودعوته ان يكون الرد الاسرائيلي او الهجوم الاسرائيلي والعدوان على قطاع غزه هو حاسم، وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي يخوض حرب يعني عشوائيه وحرب ضد البشر والحجر داخل قطاع غزه، ويستهدف المدنيين والبنى التحتيه بدعم دولي وخاصه من الولايات المتحده الامريكيه. الاحتلال الاسرائيلي يدرك تماما يعني حجم المفاجاه التي ألحقت به المقاومة الفلسطينية وفي معركة طوفان الأقصى، حجم الخسائر البشرية واللوجستية والعسكرية بهذا الاحتلال الإسرائيلي. وباعترافات الاحتلال يعني منذ عام 48 لم يعني يوقع الاحتلال الإسرائيلي نفسه في حرب أو في يعني كما حدث في هذه المعركة، وبالتالي هو يسعى للحصول على دعم وتأييد دولي وترويج أيضا للأكاذيب والدعاية الإسرائيلية بأننا نتعرض لهجوم ونقتل ونذبح. وطبعا كان هناك تسوق دولي وأيضا من وسائل إعلام غربية مع هذه الأكاذيب الإسرائيلية، والحقيقة أن هذا الاحتلال يخوض حرب عدوانية ضد أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. قبل قليل وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن عدد الشهداء، يعني اليوم الآن نتحدث عن أكثر من 1530 شهيد فلسطيني، 60% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، 500 طفل وأكثر من 270 امرأة فلسطينية. بالتالي الاحتلال يخوض حرب عدوانية على شعبنا الفلسطيني مستعينا بموقف أمريكي فاضح ومنحاز تماما إلى جانب هذا الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ ماهر، يرجى أن تبقى معنا، سأعود إليك. أرحب من جديد بالأستاذ طه عودة أوغلو. أستاذ طه، حياكم الله، مرحبا بكم. مع اعتبار نتنياهو ما يجري حرب حياة أو موت لحماية إسرائيل، ويجب أن تنتهي بأمر واحد هو الانتصار وتصفية حركة حماس، ولكن أستاذ طه، هل المشكلة هنا في حماس بالفعل أم بالعقاب الجماعي المفروض على شعب قطاع غزة بأكمله؟ تحياتي للجميع. في البداية، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو سياسة ممنهجة منذ فترة طويلة. ما قامت به حركة حماس هو ليس هجوم، يعني كما قال رئيس مكتب سياسة حماس إسماعيل هنية قبل أيام، بأنها هي معركة مفتوحة، وأن هناك كانت معلومات استخباراتية تتحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي كان سوف يقوم بهذا الهجوم وبهذا هذه العملية. ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو دفاعا عن الأرض. يعني تلاحظ العنوان لهذه المعركة معركة طوفان الأقصى، هي ليس دفاعا عن غزة ولكن عن المقدسات الإسلامية. نتحدث تقريبا منذ أشهر، وكافة التصريحات التي صدرت من مسؤولين يعني في كافة دول العالم كانت تدعو رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى يعني هناك مراعاة شعور المسلمين في الأراضي المقدسة في القدس. القدسية ليس للفلسطينيين، كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم. لاحظ أن هناك انتهاك ساخر من قبل الاحتلال في المقدسات الإسلامية في القدس خلال الأشهر الأخيرة الماضية. ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو يعني دفاع عن الأرض، دفاع عن المقدسات الإسلامية، وأن النتيجة أو الهدف الأساسي هو ليس فقط يعني استهداف يعني إسرائيلي أو مستوطن، هو تحرير الأرض. وأعتقد أن ما تقوم به أو ما يقوم به نتنياهو ومدعوما أوروبيا وأمريكيا
هو إعادة ما كانت الدعاية الأمريكية الشرق الأوسط والوطن البديل أن يكون هناك هروب من الفلسطينيين إلى سيناء، وهذا لم يتحقق. اليوم لاحظنا هناك الفيديوهات التي انتشرت في عدد كبير من وسائل التواصل الاجتماعي بأن عائلات يعني دمرت بيوتهم واستشهدوا أولادهم، وكانت لسان حالهم يقول نحن ما زلنا متمسكون بهذه الأرض ولن نبرح ولن نغادر غزة وفلسطين. أستاذ طه سأعود إليك لاحقا، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ ماهر. أستاذ ماهر، كيف ستتعامل حركة حماس مع هذه التغيرات غير المسبوقة في المعركة مع الاحتلال التي تشارك فيها دول؟ هل الأمر هو لإنهاء حماس أم إنهاء قطاع غزة بالكامل أستاذ ماهر؟ يعني هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي هو يستهدف شعب فلسطيني، يستهدف المقاومة الفلسطينية. يعني هذه الحرب اليوم نحن نشاهد اليوم أنه غالبية الشهداء هم من المدنيين. الاحتلال يستهدف قطاع غزة، يعني المقاومة الفلسطينية تحدثت في بيانات إعلامية نشرت عبر وسائل الإعلام أن المقاومة الفلسطينية لا زالت تتمتع بكل إمكانياتها العسكرية والاستخباراتية والاجتماعية، ولكن اليوم نرى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو سياسة عقابية ضد المدنيين داخل قطاع غزة. يعني اليوم هو هذا الاحتلال يستهدف المدنيين، يعني عندما تحدث أن 60% من الضحايا والشهداء هم من النساء والأطفال، يعني 500 طفل شهيد وأكثر من 270 امرأة، وبالتالي هناك عائلات اليوم وخلال على مدار 6 أيام من هذا العدوان عائلات فلسطينية بأكملها استشهدت، ولا يزال يعني هذا الاحتلال فرض حصار مطبق على قطاع غزة، قطع الماء، قطع الكهرباء، اليوم الاتصالات داخل قطاع غزة شبه مقطوعة وكذلك الانترنت، وبالتالي اليوم هناك أزمة إنسانية خانقة داخل قطاع غزة، استهداف للمشافي الطبية، استهداف للمراكز الطبية، استهداف لمقرات الأمم المتحدة. هذا الاحتلال لا يعين اهتمام لا للإنسانية وللقانون والقوانين الدولية، وإنما يستهدف كل البشر والحجر داخل قطاع غزة. اليوم قطاع غزة بعد 6 أيام من هذا العدوان يعاني أزمة إنسانية خانقة، هناك الكثير من رسائل الاستغاثة والمناشدة من داخل قطاع غزة أطلقتها المؤسسات الطبية والعاملة والإنسانية داخل القطاع، أن القطاع مقبل على أزمة إنسانية خانقة، هناك نقص في الوضوء في الوقود، هناك ضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، هناك يعني الدفاع المدني الفلسطيني داخل قطاع غزة غير قادر على أن يعني ينقل او يخرج او يساعد في رفع الانقاض و يعني مساعده الجرحى والمصابين وانتشال الجثث الشهداء من تحت الانقاض، بالاضافه ان هذا الاحتلال الاسرائيلي يعني لم يعر اهتمام للدعوات الدوليه او لاي مناشدات انسانيه، يعني بالعكس هو هدد بقصف كل المساعدات الانسانيه. اليوم معمل رفح مغلق، وايضا يعني الطرف المصري مطالب بان يدخل المساعدات الاغاثيه الى داخل فلسطين رغم التهديد الاسرائيلي. اليوم قطاع غزة يعني مهدد بأزمة إنسانية خانقة، يعني المشاهد مرعبة حقيقة، هناك أحياء سكنية كبيرة يعني بأكملها دمرت، هناك عائلات فلسطينية شطبت من السجل المدني، قبل قليل كان هناك قصف إسرائيلي لمنطقة في منطقة جباليا في شمال قطاع غزة، ووسائل الإعلام تحدث عن أكثر من 20 شهيد، وبالتالي يعني من عائلة واحدة بالأمس كانت هناك عائلة ايضا في قطاع غزه اكثر من 30 شخص استشهدوا، وبالتالي هذا الاحتلال يرتكب جرائم حرب حقيقه مدعومه بموقف امريكي ودول للاسف يعني مؤيد لهذا الاحتلال، ونحن نعتبر هذه الاطراف الدوليه وخاصه امريكا شريكه في هذه الجريمه. استطاها امام اعلان الحرب الدولي ضد غزه، الى اي مدى يمكن ان نقول ان الاحتلال تالم هو الاخر خلال الايام السته الماضيه؟ بمعنى اخر، كيف تقيم خسائر قوات الاحتلال من عملية ومعركة طوفان الأقصى؟ يعني أنا أتصور أعتقد بعد هذه المعركة هناك تداعيات في الداخل الإسرائيلي وخاصة حكومة نتنياهو، سوف نتابع سويا، هناك حالة من الغليان سوف تأتي في الشارع الإسرائيلي وسوف تسقط هذه الحكومة. ما حصل أو ما قامت به المقاومة هي لم تقم به أي فئة خلال السنوات أو العقود الماضية في تاريخ هذه الدولة، وخاصة أن هذا الجيش الذي لا يقهر قهر، وأن هذه هناك حالة من متابعنا جميعا الصور هروب عدد كبير من الجنود الإسرائيليين من المستوطنات، وعدد كبير منهم من المواطنين إلى دول خارج الأراضي الفلسطينية، وكل هذه هي إشارات واضحة
بان يعني ان هذا الاحتلال هو زائل لن يبقى. واكبر دليل على ذلك هو ما قامت به الولايات المتحده الامريكيه والدعم الاوروبي اللامحدود خلال هذه الفتره. يشعرون تماما بان اسرائيل ودوله الاحتلال هي اصبحت على المحك واصبحت وضعها اصعب مما كانت عليه في السابق. قبل فتره تتذكر الحروب التي قامت بها دوله الاحتلال في 2008، نعم قامت بتدمير غزة، لكن لاحظنا أن المقاومة الفلسطينية في 2014 كانت أقوى، في 2018 كانت أقوى. ما قامت به خلال الأيام الأخيرة الماضية يوم السبت الماضي من عملية ومعركة مفتوحة، أنا أتصور أعتقد هي سوف تكون هي إشارات لأن هذا الاحتلال هو لن يبقى وزائد. أستاذ ماهر، ماذا عن الموقف العربي والإسلامي مما يجري في قطاع غزة، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الولايات المتحدة هددت بعقوبات على كل من يسمح لحماس بالعمل على أراضيها، كيف تردون على ذلك؟ يعني للأسف اليوم لا يزال الموقف العربي والموقف الإسلامي الرسمي خجول تجاه أو أقل من المستوى بكثير مما يجري داخل قطاع غزة، أقل من بكثير من يعني مستوى الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وربما هذه الجرائم لم ترتكب منذ عام 48 بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي اليوم الموقف العربي والإسلامي الرسمي يجب أن يكون أكثر يعني دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني. يجب عدم الالتزام بالضغوط الأمريكية. أمريكا اليوم تعتبر شريكة في هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، ونحن استمعنا إلى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس، وهو عندما قبل أمس عندما تحدث وقال أن هذا وحاول أن يكذب وأن يقول أن هذا الصراع بين الشعب الفلسطيني هو صراع بين المسلمين واليهود، على عكس ويعكس حقيقة أن هذا الصراع بين الشعب الفلسطيني يخضع للاحتلال، يخضع لأقدم احتلال في التاريخ، ويريد هذا الشعب الفلسطيني تحرير أرضه وتحقيق عودة اللاجئين. وبالتالي اليوم شعبنا الفلسطيني يواجه هذا الاحتلال ويتصدى لهذه الحرب يعني التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وهذه المجازر تحت سقف القانون الدولي وحتى تحت يعني الشرائع. حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال هو حق مشروع ومكفول، وبالتالي الموقف العربي والرسمي يوم غد هو الجمعة، وهناك يعني دعوات لأن تكون هذه الجمعة هي يوم نصرة وتأييد، وبالتالي اليوم الدعوة مفتوحة لكل أبناء أمتنا العربية الإسلامية، لكل حر في هذا العالم أن ينتفض وأن يقول لا في وجه العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا. اليوم شعبنا الفلسطيني في داخل قطاع غزة يعني هو بحاجة بأمس الحاجة للمال، بأمس الحاجة للمساعدة الطبية والإغاثية، ولا بد من الضغط لإدخال المساعدات إلى داخل قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية لتقديم الدعم الإنساني الإغاثي، إدخال الوقود، إدخال المواد الطبية. يعني قطاع غزة وفق كل الشهادات وتواصلنا مع زملائنا الصحفيين داخل القطاع هو يعيش أزمة إنسانية حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. هناك عدد من النازحين، هناك الكثير من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض، وبالتالي هناك نقص حاد في المستلزمات الطبية والإغاثية والإنسانية، وهذا الاحتلال قطع الماء والكهرباء وشريين الحياة عن قطاع غزة، وبالتالي هو يريد أن يبيد كل من هو موجود في داخل قطاع غزة، ولكن شعبنا الفلسطيني صامد وهو يحتاج إلى موقف إسلامي وعربي ودولي ومن كل حر في هذا العالم أن يقف إلى جانب أبناء شعبنا، أن يضغط اليوم دورنا مطلوب في الضغط باتجاه فتح معبر رفح وإدخال المساعدات وكل ما يحتاج قطاع غزة للتغلب على هذه الحرب التي يقودها إسرائيل. ولا بد من الذكر حول ردود الفعل، حيث دعا مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري، دعا العراقيين وأبناء الأمة الإسلامية لجعل يوم غد الجمعة جمعة رباط ونفرة ونصرة للمجاهدين في فلسطين وتقديم الدعم لهم بجميع أشكاله. أستاذ طه، بدقيقتين لو تفضلتم في ذلك، الناطق باسم كتائب القسام شدد على أن تكون المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس، وبالتالي إدخال ملف الأسرى في معادلة المعركة. هل يمكن أن يكون الأسرى بالفعل مفتاح إنهاء هذه الحرب أستاذ طه؟ يعني من دون شك أشرتك في البداية بأن المقاومة هي وضعت البند الأول وهو موضوع الأقصى، موضوع الأسرى، موضوع هناك تحت الاحتلال آلاف الأسرى منذ سنوات ومنذ عقود. يعني الهدف الأساسي وهذا ما صرح يعني به ناطق باسم كتاب القسام بأنه سوف يقومون بأن هذه العملية أو هذه المعركة سوف تكون هي نهاية سعيدة لهؤلاء الأسرى، وأيضا لوقف حد
يعني الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومقدسات الدمية. يعني لولا المقاومة خلال السنوات الماضية لو لاحظنا هناك وضع مختلف في القدس وفي المسجد الأقصى، ولاحظنا أن هناك خطوات يعني متقدمة من قبل الاحتلال، لكن ما يخشاه الاحتلال خلال الفترة الماضية وحاليا هو ما تقوم بها المقاومة والتقدم التي قامت بها على الصعيد، يعني العمليات التي قامت بها سابقا وأخيرا في طوفان الأقصى هي يعني مقدمة لأن الاحتلال سوف يضع هناك يعني دائما نقطة مهمة بأن هذه المقاومة لن تسكت على أي خطوة تمس الداخل الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. كان معنا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طه عودو أغلو، وعبر سكايب من أمستردام الصحفي والكاتب الفلسطيني ماهر حجازي. شكرا جزيلا لكما.